يبقى الصورة الفنية عندهم بتنطلق من الايه؟ من الوجدان. دايما بيجيبوا رقم 4 ده ورقم 5 بيجيبوها دايما لوحدها، أسئلة مستقلة. على ما تقوم الصورة الشعرية اهو، على ما تقوم الصورة الشعرية، تقوم الصورة الشعرية اهي لوحدها عشان تاخد بالك، تقوم الصورة الشعرية على الانتفاع بالنظريات الحديثة. الانتفاع بالنظريات الحديثة في الايه؟ في الفن، في الأدب، في اللغة، في الخيال، في الموسيقى، في كل حاجة. عشان كده الصورة الشعرية عندهم بتنتفع بالنظريات الحديثة وتنتفع بالنظريات الجديدة. طيب، تنطلق الصورة الفنية عندهم من الوجدان، من الإحساس. ده اسمهم شعراء الاتجاه الوجداني. عشان كده الصورة الفنية عندهم بتنطلق من الوجدان. ده الفرق بين الخيال بتاع شوقي والخيال بتاع خليل مطران. لما شوقي قال في البيت الثالث عصفت قصبة اللعوب، كل اللي انت وصل لك في كلمة عصفت قصبة اللعوب ان ده تشبيه. طب شبه ايه؟ لا شبه ايه بايه؟ دي احنا هناخد فيها ربع ساعة في النص. عصفت قصبة اللعوب. انما لما الباشا كان واقف قدام البحر وبيقول شاكن الى البحر اضطراب خواطري فيجيبني، انا عايز اقولك ان شاكن الى البحر اضطراب خواطري لو عيل مستواه في البلاغة 50% يعرف يجيب الاستعارة. شاكل إلى البحر، هو البحر إنسان بتشكو إليه؟ لا طبعا، استعارة مكنية. شبه البحر كأنه إنسان يشكى إليه، قلت إنسان يبقى سر جمالها التشخيص. طب كلمة فيجيبني، هو البحر بيجاوب؟ استعارة مكنية. شبه البحر إنسان بيجاوب الشاعر ويتجاوب مع الشاعر وبسرعة، الفاء دي تدل على سرعة الاستجابة، قلت إنسان تاني يبقى تشخيص. خد بالك الاستعراض أبسط مما تتخيل. لو واحد مستواه في البلاغة 5/10، لا 3/10، يعني مستواه في البلاغة ضعيف جدا يقدر يحلها. إنما الباشا التاني شوقي، لا ده الموضوع خطير. يبقى أنا بقول كمان مرة تاني، على ما حرص أصحاب الاتجاه الوجداني، الرجالة دي شافت العيوب فين وبدأوا يصلحوها. حرص أصحاب الاتجاه الوجداني على الخروج من أسر ومن قيد أنماط الشعر التقليدي. انسى بقى مخاطبة الصاحبين، انسى بقى الحفاظ على الوزن والقافية، انسولي بقى الكلام ده، انسى الألفاظ العربية الأصيلة والقديمة، شيوع الحكمة في القصيدة، الاقتباس من القرآن الكريم. يا جماعة، محمود سامي البارودي مع احترامنا ليه هو أحيا القصيدة الجاهلية مرة تانية، طبعا باستثناء القرآن الكريم إن كان من سمات القديم بس مش في الجاهلية، في العصر الإسلامي، يعني بداية الشعر الإسلامي كان كل الشعراء بيقتبسوا من القرآن الكريم تأثرا بالقرآن الكريم وتباركا بالقرآن الكريم. طبعا هو أحيا القصيدة الجاهلية، ما عملش حاجة. يعني أنا شايف إن محمود سامي البارودي أحيا القصيدة الجاهلية. هو أي نعم عمل نهضة في الشعر، بس عمل إحياء وبعث للشعر القديم، صح الشعر القديم من مرقده زي ما كانوا بيقولوا. فعلا أعاد الحياة مرة ثانية للشعر بعد أن فقد الحياة، وأعاد الروح وبعثها مرة ثانية بعد أن كان الشعر يلفز أنفاسه الأخيرة. شكرا للبارودي. إنما مش هينفع نمشي على السمات القديم دي. فقال لك الخروج من أسر أنماط الشعر التقليدي، ابتكار صيغة شعرية جديدة يمتزج فيها التراث بالعصرية. مش عيب إن أنا أجيب نقطة قديمة، نقطتين قدام، بس 10-15 نقطة تجديد. مش لازم أجيب 20 نقطة قديمة قدام واحدة تجديد، ما ينفعش. رقم 3، الألفاظ أهم واحدة. 3 و4، الألفاظ تكتسب قدرة جديدة وقدرة جديدة على الإيحاء. الألفاظ تكتسب مهارة جديدة وقدرة جديدة على الإيحاء. الدلالات والإيحاءات والدلالات قلت لها علاقة بالعاطفة، زي ما قلت البحر برياحه الهوجاء. لما خليل مطران وقف قدام البحر اتكلم كلمتين، البحر بدأت الرياح فيه تكون هوجاء وشديدة، وبدأت الرياح تأتي من هنا ومن هناك، وهذا يعني شدة تأثر البحر للشاعر، وكأن البحر قد حزن لحزن الشاعر. كلام محترم.